السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش تعاودوا؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وصفة جديدة ديال تبييض الوجه غادي تشوفوا معايا هاد الوصفة، وان شاء الله غادي تعجبكم. راه فعالة في تبييض الوجه وفي تنقي البشرة ومن سميتو من الشوائب ومن البقع السوداء، وحنا على بركة الله. دابا البنات بلا ما نطول عليكم، غادي ندخلوا في المقادير نوريكم شنو غنديروا. غنديروا مطيشه، غنديرها مقشر، راه عرفتوها البنات، راه كلنا كنديروها، كنصايبوها هكا وتنديروا بها قماش بحال هكا. كنديروا القماش هو الاول، كنحكوا به مزيان، كنعاودوا تاني منين كت الدوب لينا ديك السنيده، كنبداو نغمسو فيها هكا مطيشه وكنديرو بها هكا قماش. تركزو بزاف على هاد البلايص هادو تيكونو كحلين. احنا دابا كنصايبوها، وراه مطيشه راه عرفتوها البنات، راه عندها فوائد زوينين على البشره، راه غزال هاد الوصفه، غير جربوها وصدقوني راه مع البرد وسميتو اليدين تي يتحرقوا دابا بالبرد وسميتو، راه مزيانه مطيشه كيتغدى من نار البشر. ايوا هادشي اللي كاين هاني البنات، غنبقى كندير هكا واحد 5 دقائق، 4 دقائق حتى 5 دقائق. هانتوما البنات، ونحكوا هاد البلايص هنا هكا مزيان. هانتوما البنات راه زوينه، راه غادي غير ديرها واحد ديرها نهار يجي ونهار لا، وغادي تشوفوا سميتو المفعول ديالها راه زوين. راه كتبيض اليدين وراه كتبيض البشره زوينه. انا هاد الوصفه دايره عليكم على حساب الوجه، ولكن حتى اليدين، اليدين راه زوينه. دابا مع ما كانوا دابا ما كيبانش وجهي، كندير لكم في يديا. ديري الوجه ديالك هكا مزيان، هكا هكا مزيان، 5 دقائق صافي. هانتوما البنات، من بعد ما كملنا القماش بسنيده وسميتو مطيشه، غسلنا مثلا البشره ديالنا ديال الوجه ديالنا، كنديروا 2 معالق ديال النشا. هاهو النشا تاهو راه عرفتو الفعالية ديالو في البيوضة، راه زوين. هانتوما كديرو 2 معالق مثلا، 2 معالق ديال النشا كبار، وكنديرو 2 معالق ديال الفورس، هاهوما، وتنخوضهم بالحليب، تنخوضهم بالحليب. اللي عندها الحليب هكا السائل ديرو، واللي عندها الحليب غبرة تا هو نيدو تا هو تستعملو، تفزقو بشويه ديال الماء وتخوض به. هانتوما البنات راه زوين هاد الوصفه، غزاله مجربه. هاكا ندير لكم شي حاجه اللي انا مجربه في البشره ديالي، ميمكنش نعطيكم شي حاجه اللي ما مجرباهاش. وعرفتو الطحين ديال الفورس راه زوين تا هو ركبيض، هانتوما راه زوين بزاف. ويكون الوجه من طبيعة الحال، هاد اللي عرفتو البنات، من طبيعة الحال غادي يكون الوجه نقي. غسلي غير بسميتو بالصابونة ديالك اللي كديري عادية، صافي تخوضي بحال هكايا، تخوضي مزيان، طربي تقي ينسجم مزيان. هانتوما البنات راه زوين هاد الوصفه، غزاله. هانتوما كتولي دايره الخيط بحال هكا، ملي كطبقيه على الوجه ديالك، على العنق، العنق تاهو ما ننساوش باش ما يبقاش كحل.
ايوا الا شاطلك شي حاجه ديرها لي ديك حتى هي. بقاي جالسه قدام التلفازه وكتفرجي ولا شي حاجه. كنخليو هاد الوصفه من سميتو من 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. نتوما راه غزاله نتوما. نديرو على هاد البلايص هادو هكا. نتوما البنات دابا ملي كنصايبو الوصفه هكا كنطبقوها على الوجه ديالنا وعلى اليدين وعلى العنق، ما نساوش العنق باش ما يبقاش كحل. المهم كنخلوها هكا تنجلسو قدام التلفازه ولا سميتو تنبقاوها هكا هي واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. هي قد ما خليتيها راه غير مزيانه للبشره، راه سميتو هاد النشا والحليب راه كتغدى منو البشره وكيبيض البشره زوينه بزاف. وانتم البنات معايا، وانتم البنات راه هاد الوصفه اللي عطيتكم راه زوينه وراه فيها كل مواد طبيعيه، يعني غير النشا والدقيق الفورس والحليب. وانتم معايا راه زوينه غتشكروني عليها البنات. وهادو البنات راه كلهم مواد طبيعيه راه كناكلوهم كاع، فورس والنشا والحليب راه حاجه طبيعيه راه كلنا كنستعملوهم كاع في الماكله. وانتم غادي تشوفوا معايا من بعد 20 دقيقه سميتو اليد ديالي وغادي تشوفوا البيوضه كيفاش دايره. وانتم البنات من بعد ما غسلنا الماسك ديالنا انتم غادي تشوفوا النتيجه وغادي تجاوبوني ان شاء الله على هذه الوصفه. راه فعاله وزوينه، راه من الاستعمال الاول غتبان لكم النتيجه، وراه زوينه في هذا البرد، راه ما كتخليش اليدين ناشفين ولا البشره ديال الوجه. انا غير وريتكم يديا على حساب اش نتوما غادي ديروا على حساب الوجه ديالكم. وانا دابا كندير نصايب هذه الوصفه لوجهي وليدي بجوج، ملي كنصاوبها في وجهي بالمره كنصايبها حتى في يدي وكنبقى جالسه 20 دقيقه صافي. ملي كنغسلهم الحمد لله راه النتيجه واضحه وراه غادي تبان لكم. ما تنساوش البنات تشاركوني النتائج اللي حصلتوا عليها في التعليقات وفعل الجرس باش توصلوا كل جديد، ودعمونا بجيم في لافيديو الى عجبكم. ويلا البنات باي باي عليكم، الله يمسيكم على خير وتصبحوا على خير.